هل تجوز قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة عند قراءة الإمام سورة القصيرة أم نستمع لقراءة الإمام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإذا كانت صلاة جهرية فإنه يجب على المأموم أن ينصت بقراءة الإمام ويستمع إليها، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا في قراءة السورة التي بعد الفاتحة لا خلاف فيه فيما أعلم. وأما في قراءة سورة الفاتحة هل يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة؟ فهذا موضع خلاف بين العلماء. وفي الصلاة السرية التي لا يجهر فيها الإمام فإن المأموم يقرأ بالفاتحة ويقرأ بسورة بعدها أو بما تيسر من القرآن في الصلاة السرية. نعم.